ماذا تعرف عن مرض الذئب الحمراء؟ تمثل الذئبة الحمراء أو الذئبة أو الذئبة الحمامية المجموعية أو مرض اللوبس أو الذئبة الحمامية الجهازية أحد أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها جهاز المناعة في الجسم أجزاءه المختلفة كما لو أنها جسم غريب، ويترتب على ذلك تضرر الأنسجة والإصابة بالأمراض. ومن الجدير ذكره إن جهاز المناعة يعمل على حماية الجسم من الأمراض بالعدوى في الوضع الطبيعي. وفي الواقع إن معظم الأشخاص الذين يعانون من الذئبة الحمراء بدرجة طفيفة تحدث لديهم نوبات يصاحبها زيادة أعراض وعلامات حالات الذئبة سوءا، بحيث تستمر هذه النوبات لفترة زمنية معينة يليها تحسن الأعراض أو اختفاؤها بشكل تام لفترة زمنية أخرى. وفي الحقيقة لا يتوفر حتى الآن علاج طبي يمكن من تحقيق التعافي التام لمرض الذئبة، ومع ذلك فإن المتابعة مع الطبيب واتباع العلاجات التي يصفها تمكن من تحسين الأعراض والسيطرة على المرض، وهذا بحد ذاته يقلل من خطورة المرض والمضاعفات التي قد تترتب على ذلك، وبالتالي تمكين المصاب من عيش حياة طبيعية. وفقا لدراسة نشرتها مجلة The Current Opinion in Rheumatology سنة 2019، فإن المعلومات المتوفرة حول الإصابة بالذئبة الحمراء بين السكان العرب في جميع أنحاء العالم أو في الشرق الأوسط تعتبر قليلة نوعا ما. ووفقا لهذه الدراسة التي درست انتشار مرض الذئبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن معدل انتشار المرض بحسب العمر على مدى 4 سنوات بلغ حوالي 8.6 حالة لكل 100 شخص لكل عام. ويعتبر هذا المعدل قريبا من النتائج التي نتجت عن إحصائيات برنامج Michigan Lupus Epidemiology and Surveillance، والتي أفادت بأن معدل إصابة العرب بالذئبة الحمراء يبلغ حوالي 7.6 حالة لكل 100 شخص لكل عام. ما هي أعراض الذئبة الحمراء؟ قد تتفاوت أعراض الذئبة الحمراء من شخص لآخر، فقد تكون خفيفة إلى شديدة وقد تظهر بشكل مفاجئ أو تتطور ببطء، كما أنها قد تكون مؤقتة أو دائمة. وعليه يمكن القول إنه لا توجد حالتان متماثلتان بشكل تام من الذئبة. ويشار إلى أن العلامات والأعراض الظاهرة تعتمد بصورة أساسية على الجزء من الجسم المتأثر بالمرض. وفيما يلي أبرز علامات وأعراض الذئبة الحمراء وأكثرها شيوعاً. أولا التعب والإرهاق والحمى، تصلب المفاصل وآلامها وانتفاخها، ظهور طفح جلدي على الوجه شبيه بشكل الفراشة بحيث يغطي الخدود وجسر الأنف، ظهور آفات جلدية وزيادة شدتها سوءا عند التعرض لأشعة الشمس فيما يعرف بحساسية الضوء، ظهور أصابع اليدين والقدمين بلون أقرب للأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرودة أو أثناء فترات الضغط فيما يعرف طبيا بداء رينو، ضيق التنفس وألم الصدر وجفاف العيون، الصداع والاضطراب وفقدان الذاكرة. أسباب ومحفزات الذئبة الحمراء. في الحقيقة إن السبب الدقيق الكامن وراء الإصابة بمرض الذئبة الحمراء غير معروف، ويعتقد بأنه ناجم عن مزيج من العوامل الجينية والبيئية والهرمونية. وفي هذا السياق يشار إلى أن تعرض الجسم لمحفزات معينة من شأنه تحفيز الجهاز المناعي لتصنيع الأجسام المضادة كما هو الحال في حالات الإصابة بعدوى، ولكن قد تؤدي هذه الاستجابة المناعية في حالات الذئبة إلى مهاجمة الأجسام المضادة لأنسجة الجسم السليمة. ولا يعرف السبب وراء ذلك، ولكن يعتقد بأن هناك عوامل معينة من شأنها تحفيز حدوثه، وفيما يأتي بيان لأبرز هذه العوامل. أولاً الإصابة بأشكال معينة من العدوى أو الأمراض، التعرض لأشعة الشمس القوية، التغيرات الهرمونية كالتي تحدث أثناء فترة البلوغ، التدخين واستخدام أنواع معينة من الأدوية فيما يعرف بالذئبة الناجمة عن الأدوية. ويلاحظ تحسن أعراض الذئبة عند التوقف عن استخدام هذه الأدوية المسببة لهذه الحالة. تشخيص الذئبة الحمراء. يعتبر تشخيص الذئبة الحمراء اعتمادا على الأعراض أمرا ليس بالسهل، نظرا لتفاوت الأعراض الظاهرة على المصاب واختلافها من شخص لآخر،
كما أنها قد تختلف مع مرور الوقت، وقد تتشابه الأعراض المصاحبة لهذه الحالة مع تلك الأعراض المصاحبة لحالات مرضية أخرى، وهذا ما يدفع إلى الاستعانة بفحوصات وطرق أخرى تمكن من تشخيص الحالة، مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود فحص واحد محدد معني بتشخيص الذئبة وتأكيد الإصابة بها، ويمكن بيان النهج المتبع في تشخيص الذئبة الحمراء بالاستفسار حول التاريخ الطبي للشخص، والاستفسار حول التاريخ المرضي العائلي، وإجراء الفحص الجسدي الكامل، وإجراء فحص الدم والبول وخزعة الجلد أو الكلى. علاج الذئبة الحمراء. في الحقيقة لا يمكن تحقيق التعافي التام من الإصابة بالذئبة الحمراء، وتهدف الخيارات العلاجية المتبعة إلى السيطرة على الحالة بتقليل رد فعل الجهاز المناعي وتخفيف الأعراض والحد من تطور المضاعفات قدر الإمكان. وفي هذا السياق يشار إلى عدم وجود علاج معين أو خطة علاجية محددة ملائمة لجميع حالات الذئبة، نظرا لاختلاف طبيعة الأعراض وشدتها في حال من حالة إلى أخرى. وقد يستلزم الأمر استخدام أكثر من علاج واحد في نفس الوقت، كمضادات الالتهاب اللاستيريودية، الكورتيكوسترويدات، الأدوية المضادة للملاريا، والمثبطات الخاصة بالبروتين المحفز للخلايا اللمفاوية البائية، الأدوية المثبطة للمناعة، وأدوية أخرى مضرة للبول، وأدوية خافضة لضغط الدم، مضادات الاختلال، ومضادات حيوية، وأدوية لتقوية العظام. نصائح لمرضى الذئبة الحمراء. تعتبر الأدوية ضرورية للسيطرة على مرض الذئبة الحمراء، ولكن هناك إرشادات ونصائح يمكن للشخص اتباعها للسيطرة على أعراض هذه الحالة المرضية، ومنها زيارة الطبيب بشكل منتظم، الحصول على قسط كاف من الراحة، أخذ الحيطة والحذر عند التعرض لأشعة الشمس، الإقلاع عن التدخين، اتباع نظام غذائي صحي، استخدام المكملات الغذائية. وتجدر استشارة الطبيب عفوا بشأن استخدام مكملات فيتامين دي أو مكملات الكالسيوم، إذ إن هناك بعض الأدلة التي تدعم فائدة استخدام هذه المكملات لمرضى الذئبة الحمراء. النظام الغذائي الصحي يتضمن الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وتجدر الإشارة إلى ضرورة اتباع النصائح التي يوصي بها الخبراء والمتعلقة بالتقيد بأنظمة غذائية معينة، وبخاصة إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكبد عفوا أو اضطرابات الجهاز الهضمي.